خلوني أروح، أكو فيديو أيضا مثير للاهتمام ونسولف عليه. هذا الفيديو من ديالة، وحاولوا أن تتصلوا لي بي يا ولد. انطول الفيديو. أنا والد المتهم البريء كرار حيدر صادق محمد الجواد، بتاريخ 4/9 احنا كنا جايين من ربيعة، وصلنا بيتنا الساعة تقريبا 8:05. اتصل كرار بسيف حسين هادي وقال له اريد فلوس العسل. سيف قال انا قاعد بكوفي شوب بعقوبة وتعال اخذ فلوسك. راح كرار هو صديق سجاد على دراجة نارية يجيبوا الفلوس، ومن وصلوا الكوفي سيف دين ينطي الفلوس الكرار. وبهاي الدقائق حدث الانفجار. ثاني يوم رحنا الربيعة على نحل مالتنا، وبتاريخ 7/9 اتصلوا بي اهلي وقالوا لي القوات الامنيه دهموا بيتنا. رجعنا فورا لدياله، وتفاجات ابني متهم بقضيه الانفجار بسبب وجوده قرب الكوفي. اخذت ابني وسلمت القائد شرطه دياله مساء، وثاني يوم الصبح ابني ما اعترف وطالع كشف دلاله، وصعد قاضي تحقيق خلال ساعات محدوده. وبعد يومين دعمت القوات الأمنية بيتنا للمرة الثانية وقاموا بتصوير بناتي. وبعد يومين ابني معترف على جرائم حدثت قبل 6 سنوات، يعني 2014، وهاي الجرائم كلها اللي فوقوها براس ابني البريء، كلها تهم كيدية. ولا شركة يا ابو رغيب، ما عندنا غير الله وانت. ابني خلال يعني هاي الفتره خلال شهر صعدوا جنايات يركبون براسه توهم كلها كيديه، يردون يوصلون ابني للاعدام. ليش ابني؟ شنو اللي سواه؟ شنو ذنوبه؟ ابو رغيب ما عندنا غير الله وانت. ابو رغيب ولا شيء انا اجدك بالتدخل العاجل والفوري لإظهار الحقيقة قدام العالم كله. أريد الحقيقة منك يا أبو رغيف. كل البوب انسدت بوجهنا، ماكو باب. ديالة مسيطرين عليها. ديالة ما بيها عدالة. ماكو عدالة. ماكو عدالة بديالة. أبو رغيف الحقنا يا معوض. ابني راح يروح من ديدي. ابني راح يروح. وانا عندي 8 بنات. انا اجدك ابو رغيف، ما عندنا غير الله وانت. هذا الشباب جاهز. الشخص ابو ديالة حيدر، شلونك؟ عيون السعد الله يسلمك. انت حيدر صادق من اهل ديالة؟ اي نعم استاذ. من وين؟ من ديالة استاذ. ديالة قرية خرنابات. ابنك شو اسم المسجون؟ ابني اسمه كرار حيدر صادق. كرار ايش قد عمره من اللزم؟ كرار عمره اقل من 20 سنة. يعني 20 سنة. انت الان تدعي انه ابنك بريء، شنو دلالة براءة ابنك؟ كرار استاذ اذا تسمح لي، من تاريخ 1/9 أجرني صديقي عند نقل خلايا نحيل من الموصل تحديد منطقة ربيعة. فرحنا احنا 4 أشخاص، رحنا الربيعة أنا وصديق الرياض اللي أجرني وولد عامل وابني وياي يساعدني بالسياقة، لأن مدينة منطقة ربيعة بعيدة. نعم. فبقينا بربيعة مدة 4 أيام لحد ما وصلت البيت، يعني طلعنا يوم 1/9 وصلت البيت يوم 4/9. 3 أيام بالطريق تحديدا. ايوه الطريق، يعني وصلت البيت يعني من ربيعة لديالة 3 أيام. بقينا 4 أيام. بقينا 4 أيام، باليوم الرابع طلعنا يدينا لديالة. نعم. اي واضح. وصلت البيت الساعة 8:05 مساء. اي من وصلنا ارتاحينا. بس اختصر لي حيدر، انا ما اقدر، عندي وقت كثير، فوت لي بالموضوع. اي نعم. ما ريت هاي القصه وين رحت، فوت لي بالموضوع لان عندك دقائق. اي نعم استاذ. اي استاذ، وصلنا البيت وابني طلع من البيت الساعه 10:15،
طلع من البيت 10 وربع على اتصال خبر صديقه قال له اريد الفلوس اللي بزمتك. انت وين؟ قال له انا بكوفي شوب وبعقوبه. فراح ابني ديشن الفلوس اللي طلبها من الصديقه اللي مدعو سيف حسين. فراح بيستلمهن وصار الحادث. ورجع ابني عاد من الكوفي ورا مثل الفلوس رجع من الكوفي وقال لي بابا صار حادث انفجار قريب عليك. قلت له بابا الحمد لله على سلامتك. ثاني يوم طلعنا للموصل. أيه. طلعنا للموصل يعني احنا باقين بعدنا بالموصل. طلعت القوات الامنيه ورا ثلاث ايام قاموا البيت. انت بيتك وين؟ بيتي بخرنابات اللي بال بدياله. بدياله زين الانفجار صار بدياله؟ اي الانفجار صار بدياله قرب الكوفي شوب اللي وين ما راح ابني يسلم فلوسه. زين كان قريب عليه. ثاني يوم صار ولقطت الكاميرات لقطت الكاميرات مال الكوفي انه يسلم الفلوس من صديقه. صحيح زين احنا ما ننكر هذا الشيء راح يسلم الفلوس من صديقه وده نذكره بكل المناشدات. زين اللي صار يلا فوت لي بالموضوع اللي صار شنو؟ اي اي استاذ على ضوء اتصاله من دي يسلم الفلوس على ضوء هذا على ضوء هذا اللي مال الكاميرات جوي دهمه والبيت وابني كان ما موجود كنا بالموصل. فاهلي اتصلوا بي احنا بالموصل قال القوات الامنيه دهمه والبيت وجوي يدورون على الكراس. فعادي قبل من اتصلوا بي اهلي اجيت البيت وقبل وماشي هسه هاي القصه فاهمها انت حكيتها بالفيديو. اجيت سلمت ابنك ابنك سلمناه القائد شرطه الدياله وعدنا هاي سمعناها القصه منك هاي سمعناها القصه منك. ليش القوات الامنيه من دون غير الناس اللي بخرنابات اخذت ابنك؟ هذا اللي لازم نفتهمه. يعني قابل عندهم عداوه وياك؟ ليش ابنك تحديدا؟ لا اي عداوه ماكو. ليش ابنك تحديدا؟ ماكو عداوه. ليش؟ من انت من اي حزب؟ ليش ابنك اخذوه؟ من اي حزب؟ ما لنا علاقه بالحزب، خلي يولي الحزب. ليش سؤالي لك؟ ليش القوات الامنيه تحديدا اخذت ابنك؟ ليش مو غير ابنك؟ استاذ لانه كيف لقطت الكاميرات ديش من الفلوس بس هاي. زين. انت وراها صديقه سيف قدام الكاميرات وقدام العالم. انت وراها زين اللي طاف فلوس اخذوه لو بس ابنك؟ لا استاذ هم اخذوه هم زين. سلم نفسه ما اخذوه هم سلم نفسه وهم متهم وسلم نفسه هم متهم. اي متهم. اي متهم. زين الان احنا لا انت تقول ابني بريء شنو دلالة براءة ابنك؟ استاذ الدلائل كلها اللجنة الفنية مال الدي في ار تأكد وتحقق انه اولادنا خارج مسرح الجريمة. شنو هذا الدي في ار؟ شنو ذولا؟ الدي في ار الكاميرات مال التصوير. شو تقول شنو وين خارج الجريمة يعني؟ اولاد كلها خارج الجريمة. يعني استاذ اذا تسمح لي مناشدنا من المناشدات استجاب لنا ابو الرغيف. اي وبعث لجنه تحقيقيه واكدت براءتهم. زين اكدت براءتهم بالتحقيق. اي اكدت براءتهم 100%. زين وراها بس استاذ ما يطلعون لانه المشتكي ظهره قوي. هو من المشتكي؟ المشتكي اسمه صلاح الزهيري صلاح قاسم الزهيري من اهل سرازق منتسب بالحشد الشعبي. اي شنو علاقة هذا يشتكي عليكم؟ هذا عنده قتيل؟ استاذ ما اعرف ما نعرف يعني شنو الصلة انه يعني رحنا له ودزينا له الشيوخ يابا تنازل عن القضية. زين عيني عيني حيدر يابا الدلائل كلها تتأكد انه ولدنا ابرياء. حيدر كل الدلائل اي نعم استاذ. ابنك شفته انت بعد ما انحكم؟ ايش قد انحكم؟ لا صار من حكم بعد لحد الان. من حكم ابنك شفته انت التقيت بيه؟ اي بعد لحد الان التقيت بيه. اي استاذ اي استاذ التقينا بيه. زين التهم التهم المنسوبه الى ابنك. ابنك شي يقول لك ليش اعترف على نفسه؟ استاذ من الكتل من الكتل والتعذيب. من الكتل؟ الكتل والتعذيب والتهديد يعني مهددين بخواته استاذ لانه بس هو عندي وعندي وراء اسمين بنات. شنو مهدد من مهدد بخواته؟ ايش قايلين له؟ يعني نقول نجيب خواتك ايش نسوي بيهم ايش نسوي بابوك ايش نسوي بامك هاي عدد الكتل والتعذيب. يعني هو الان على ذمه ابنك يقولوا له نسوي هيك بخواتك وبامك اذا ما تعترف؟ اي 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 استاذ مهددين لانه شلون يعترف استاذ؟ شلون يعترف على نفسه؟ شلون يعترف؟
يعني الكاميرات بتاكد انه مو هو الكاميرات. زين انا اشكرك يا حيدر، انا اشكرك، انا اشكرك اخوان. مثل هاي القصه ده يكثر الحديث بها، وكثيرين يدعون هذا الادعاء، وهذه القضيه هي ده تصير بالتحقيقات عند المحققين. وانا حكيت بهاي القصه على طول، وانا نفسي واحد يجاوبني حتى افهم ليش المحقق وشنو مصلحة المحقق انه يقتل واحد ويعذب واحد ومرة يهدده بعرضه ومرة يهدده بغيره حتى يجبره بالاعتراف على الجريمة. حتى تقولون مثلا مديرية شرطة ديالة او مديرية شرطة الانبار او مديرية شرطة الكوت لاحقت المجرمين ولزمت الجريمة، حتى تقولون انه احنا فعلا ده نشتغل والان ده نحقق هذا. اللي انا اريد اقوله من هذا وامام السيد رئيس مجلس القضاء المحترم السيد فايق زيدان، هواي اكو قصص وهواي اكو ناس تدعي، هاي اللي تقول ابني بريء وذاك اللي يقول من الكتل وهذا يقول من التعذيب، قصص صارت رائجة. انا اتمنى ان ناخذ نموذج من هاي القصص او نموذجين او ثلاث نماذج، ويكون اكو تحقيق تحت اشراف السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل مباشر، وهو يختار عدد من السادة القضاة لتشكل لجنة لنعيد النظر بهذه بنماذج من هذه القضايا لنصل إلى الحقيقة. لأن احنا المرتكز الوحيد اللي الآن نعتز به ونفتخر به هو القضاء، وهاي الناس دا تشتكي لأنه القاضي تجي أوراق قال واعترف ويسوي له كشف دلالة والولد معترف، ومن يروح أمام السيد القاضي وهاي السيد فايق زيدان والأخوة بكل مفاصل القضاء لازم يعرفوه وهم يعرفوها، يقول له أنت إذا حكيت خلاف هذا أمام السيد القاضي راح نرجعك نسوي لك بالليل حفلة. فأنا هذا اقتراح الأول. الاقتراح الثاني، أنا أتمنى أنه ضابط التحقيق أنه ما يفوت إلى قاعة المحكمة مع المتهم، لأنه هو قاعد يبوا عليه خوفونه، وهاي قضايا صارت منها هواي. ومن ثم يقول لك أنا عندي تحقيقات من لجنة السيد أبو رغيف.